أحبائي، أنا سعيد أكون موجود معاكم النهاردة، واسمحوا لي أن أنا أبدأ معاكم من النهاردة فيما هو قادم في سلسلة كده، بحيث إذا ربنا سمح وعشت وجيت تاني يبقى كل مرة بنكمل في الموضوع. مفيش شك أن كتير مننا بيواجه متاعب في الحياة، في لحظة من اللحظات أواجه أزمة، أواجه ضيقة، في لحظات يقابل الإنسان متاعب كثيرة، في فترات زمنية متعددة ربما مر علينا مراحل اضطهادات شديدة جدا في بلادنا، أزمات، أمراض، ضيقات. في اللحظات الإنسان قد يفقد سلامه، قد ينحصر في المشكلة، ينحصر في الضيقة، وفي أحيان كثيرة بيبقى هدفه في كل الحياة إن ربنا يخرجه من الضيقة دي وبس، فلو ربنا تأخر عليه شوية يبقى تعبان، زعلان، وفين ربنا؟ سايبنا ليه؟ في الوقت ده اللي ربنا عمال يفيض عليه بنعم كثيرة في كل الاتجاهات، ما بيبصش على النعم الكتير دي ويركز على حاجة واحدة بس ناقصاه، يلوم ويتذمر ويتعب ويفقد سلامه. عشان كده احنا عايزين مع بعض يعني بدءا من النهاردة ان احنا نحاول نفتح عينينا شوية على عظم صنيع الله معانا. ايه اللي ربنا عامله معانا؟ وبالاكتر بالتحديد على نعم ربنا علينا. هنلاقي نعم ربنا علينا نعم بلا حدود. عشان كده انا النهاردة مش هخش في النعم نفسها. انا بس هقول مقدمة بسيطة على نعم ربنا قبل ما ادخل في نعمة نعمة. واحد يقول لي طب النعم زي ايه يعني؟ لا خليها المرة الجاية اقول لكم زي ايه. انما النهاردة عايز اقول لكم حتى كلمة نعمة اللي انا بقولها دي ما تتقالش غير عن ربنا بس. ما اقولش مثلا ان فلان انعم عليا بكذا، اقول فلان اعطاني كذا، منحني كذا. انما لما اقول انعم، اما اقول نعمة، يبقى حاجة تخص ربنا، عمل يخص ربنا. لانه عبارة نعمة دي في حد ذاتها يفسروه على انها هبة مجانية، عطية غير محدودة من شخص غير محدود يتمتع بها كل كائن مهما كان محدود. يعني مصدر العطية دي كيان غير محدود، وحجم العطية دي حجم غير محدود، ومين يتمتع بها؟ أي إنسان مهما كان محدود. هي دي عبارة نعمة. عشان كده ما بنقولش أبدا على عبارة نعمة دي غير عن ربنا بس، عطايا الله، لأن هي الوحيدة اللي غير محدودة. واحد يقول لي بقى طب بس يعني أنا بشوف في التايتل الإنجليزي بتاع الأسقف يقول لك His grace. His grace يعني إيه؟ صاحب النعمة. إزاي تقول النعمة مصدرها ربنا وتيجي تقول على الأسقف في التعبير بتاعه صاحب النعمة؟ هنا التعبير ده جاي بأن هو ناقل النعمة وليس مانح النعمة. تاني، همزة وصل بين مصدر النعمة وبين المستفيد من النعمة. لأنه هو رغم أنه إنسان محدود، من خلاله ربنا بيدي عطايا غير محدودة. يعني مثلا من خلال الكهنوت ربنا بيدينا نعمة البنوة لله، نتحول من أبناء للناس إلى أبناء لله، نعمة غير محدودة. من خلال مسحة الروح القدس في الميرون الكهنوت يدينا نعمة بلا حدود، نتحول إلى إناء مقدس للروح القدس، هيكل للروح القدس. دي عطية إلهية، بس ربنا وصلها لنا عن طريق مين؟ عن طريق الكهنوت.
نفس القصة، إنسان كله خطية بعبارة من أبونا يقول له مغفورة ليك خطاياك، يقول له الله يحلك، نال نعمة الغفران بواسطة الكاهن، إنما مين اللي غفر؟ ربنا. وهكذا لما بتكلم على نعمة الكهنوت، لما بتكلم على سر الإفخارستيا، سر التناول، بناخد نعمة إن احنا نبقى واحد مع المسيح والمسيح فينا. ده مين اللي يديها؟ ده ربنا، بس من خلال الذبيحة. ومين اللي بيناولني الذبيحة؟ أبونا. إذن مصدر النعمة فقط إلهي، وعبارة نعمة لا تنسب إلا لله وحده فقط. عشان كده حبايبي نلاقي معلمنا بولس الرسول في أغلب الرسائل، وإن لم يكن كل، يبدأ بالعبارة دي: نعمة لكم وسلام من مين؟ من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مصدرها إلهي. عشان كده بنقرأ في إنجيل يوحنا يقول إيه: أما النعمة والحق بمين؟ فبيسوع المسيح سارة. إذن مبدئيا وقبل أي شيء نقدر نقول أن عبارة نعمة مرتبطة بالله، لأن عبارة نعمة تعني عطية غير محدودة من مصدر غير محدود، وإن كان يتمتع بها الكائن. وبقول الكائن، ما قلتش الإنسان، هنشوف ليه في الآخر. أنا النهاردة بس عايز أركز معاك وأفتح عينيكوا شوية عشان نتعلم من ربنا الحكاية دي شوية. طبيعة نعم الله، سمات نعم الله، أهم ما يميز نعم الله، أهم سمة في سمات من سمات نعم ربنا، كون مصدرها غير محدود فهي إيه؟ غير محدود. ربنا قادر لأنه غير محدود أن يعطي عطايا غير محدود. الدليل، أنا النهاردة مهما تقدمت في العلم أقدر أحصر الكون ده حجمه قد إيه، ولا أقول مكوناته قد إيه؟ موضوع صعب جدا. ده بس علشان ييجوا على مجرة زي المجرة بتاعتنا دي اللي بنسميها ميلك واي سيستم، أو مجرة الطريق اللبني اللي فيها مجموعة من النجوم، يقول ده المجرة دي فيها 100,000,000,000 نجم، واحد منهم هو الشمس. تاني، 100,000,000,000 نجم، واحد منهم زي الشمس اللي احنا شايفينها حاجة كبيرة قوي دي، ودول موجودين في مجموعات افراد، يعني نجم هنا ونجم هنا، غير المجموعات اللي من 10 نجوم الى 100,000 نجم في تكتلات اخرى. خلينا في الفرد بس، نجم نجم نجم، على الاقل 100,000,000,000 نجم. برضو عشان نعرف الحكايه، يعني المجره دي علشان تلف حوالين نفسها مره، الارض بتلف حوالين نفسها مره كل قد ايه؟ 24 ساعه. المجرة بتاعتنا دي لفتها حوالين نفسها 220,000,000 سنة. هقول ايه بقى؟ يبقى اذا الكون ده عطية الله للانسان بلا حدود. مين يقدر يقول الحدود؟ ده في يا جماعة احيانا يقول لي ان المجرة التانية دي تبعد عني 5,000,000,000 سنة ضوئية. نعم؟ يعني ايه؟ يعني الضوء بتاع الصورة اللي انا شايفها دي اتحركت بسرعة الضوء من 5,000,000,000 سنة. ايه ده؟ بلا حدود، حجم غير محدود، لانه اله غير محدود. عشان كده لما العلم بيدخل جوه الانسان حتى ويفتش في عمق تركيب جسم الانسان، كل يوم يكتشف عجب. ده أنا بس عشان أقعد أتكلم على نعمة جسد الإنسان بمكوناته بس، ولو بس فردت الأوعية الدموية جنب بعضها شفت لها قد إيه، ولا الأعصاب توصلت لها قد إيه، ولا بتتعامل مع بعضها إزاي، ولا العظم لما بينكسر يلتئم إزاي. ده شغلانة وحواديت نعم بلا حدود. لو دخلت عمق البحر أشوف فيه إيه؟ نعم بلا حدود.
لو بصيت في السماء، لو في المية، لو في الهواء، الله غير محدود في عطائه، لأن الله غير محدود. عشان كده أطلب وما تقلقش، ما تقولش ده مستحيل، لأنه يقدر، يقدر يدي، ما تقلقش، لأنه هو ربنا بطبيعته كلي الحب وكلي القدرة، بيحبنا بلا حدود وقدراته بلا حدود، يقدر يحط لي مشكلة، حلل أي مشكلة مهما كانت صعبة. عشان كده القديس أغسطينوس يقول له كده: إلهي أين أجد لسانا يقدر أن يعبر عن المحبة اللائقة بك؟ مش قادر أعبر. ويكمل يقول له: من أجل نعمك المجانية القلب يزغر أن يحوي عطائك، المنطق يحجز أن يجسدها، السمع لا يمكن أن يدركها. أنا بس لو قعدت أحلل أصوات الطيور وأصوات الهواء وأصوات المية ما أقدرش. نعم بلا حدود. إنما الحقيقة من الحاجات الجميلة جدا إن نعم ربنا فوق مستوى التوقع، فوق مستوى التوقع. أنت تلاقي الأبواب كلها مسدودة قدامك، يا عم ما تقلقش، يقول لي هات لي منفذ، ما فيش منفذ لحل مشكلتي، انت ما انتش شايف منفذ. انما ربنا عنده منافذ، ربنا عنده حلول غير متوقعه، ربنا عنده حلول فوق قدرات تفكيرك. يا اخي ما تدخل جوه الكتاب المقدس وتفتش وتشوف ربنا عمل ايه مع الانسان. لم يتوقع الانسان في كثير من الامور ان الموضوع يتحل بهذه الصوره. تعالوا نشوف امثله. نعم ربنا فوق التوقع، فوق مستوى توقع الإنسان. ده ربنا اشتغل مع بني إسرائيل بموسى النبي وأخرجهم من أرض مصر بعد ضربات عشر، آخرهم كان قتل أبكار المصريين، وبقوا فرحانين بعمل ربنا اللي معاهم. معقول نطلع بهذه القوة الإلهية؟ وبعدين قربوا من البحر، بحر الأحمر، فجأة يقول الكتاب: فلما اقترب فرعون، اقترب بإيه بقى؟ يقول: فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلين عند البحر. يعني ما سابش الحصان ولا مركبة من جيوشه إلا وطلعها. الجيش وراهم هم ما عمش سلاح، والبحر قدامهم ما عندهمش مراكب. تخيلوا معايا المنظر، لا عنده مركب يقدر يعدي البحر، ولا عنده سلاح يدافع بيه عن فرعون. يبقى النتيجة الحتمية ايه؟ موت لا محال. عشان كده يقول الكتاب: فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيونهم، واذا المصريين راحلون وراءهم ففزعوا جدا، وصرخ بني إسرائيل إلى الرب. ده المهم بقى، ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، ما تقول ليش ما عندوش حل، انت بس وصل الرسالة. قالوا لموسى ايه؟ فقال لموسى: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ إنما موسى اللي كان عنده إيمان في قدرة ربنا قال لهم إيه؟ فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. ده إيه الإيمان ده؟ ما أنا قلت لك عطاءه ونعمته وعمله فوق مستوى التوقع، أنا أثق في قدراته وأثق في حبه، عشان كده متأكد من خلاصه، وبقول لكم اليوم لأن هي كلها كم ساعة وهيحصلونا. فربنا اللي طلعنا مش هيسيبنا. نظر للماضي فرأى الله وعزم عمله معاهم، عشان كده باصص للمستقبل إن ربنا هيكمل، وقال خلاصه الذي يصنعه معكم اليوم. والنتيجة قال لهم: فانه كما رايتم المصريون اليوم لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد.
الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وربنا قال لموسى ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، ارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه. العصاية هتشق البحر، دي أداة، إنما مين اللي هيشق؟ ربنا. فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم. قال لهم ما عدتوش هتشوفوهم تاني. طب ما عدتوش تشوفوهم ازاي؟ هيموتوا، يموتوا ازاي؟ انا هخليهم يخشوا وراكم. اها ليه كده يا رب؟ عشان يحرموا يطلعوا بجيوشهم وراكم، انا عايزهم يخشوا وراكم، انتوا هتسبقوهم وتعدوا، وهم لما يخشوا الميه تغرقهم. يقول الكتاب وانا اشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فاتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريين أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. ليك المجد يا رب، أنت قادر على كل شيء. محدش يا رب كان يتخيل أنك تعمل كده. يقول الكتاب ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء. هي دي نعم ربنا، غير فوق مستوى التوقع. اطلب وما لكش دعوة، ما تفكرش هيحلها ازاي، هيحلها، بس انت حول الموضوع عليه. ده مش بس الحكاية كده، لما بنلاقي في الإصحاح 16 بعد شوية هم دخلوا سينا، ربنا عداهم، بس بقوا في الجبل لا في أكل ولا في شرب، وبرضو نسيوا عمل ربنا. احنا بنحصل كده، اول ما بتيجي ضيقة ننسى اللي فات، ننسى محبته، ننسى عمله، ننسى قدرته، ننسى عنايته، ننسى نعمه اللي بيفيد بينا عليه. لما بدأوا يشعروا شوية بالجوع، يقول تزمر كل جماعة بني اسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقالوا ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبز الشبع، فإنكم أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور. بإنه بدي بالجوع. لا إزاي، إحنا في إيد ربنا. السماء من شوية جابت ريح عاصفة فتحت البحر، السماء النباتي تجيب لكم أكل من السماء، رقاق بعسل، عايزين إيه تاني؟ لا إحنا وحشتنا اللحم. طب ولا تزعل، أجيب لك رياح من جهة تانية تجيب لك الطيور، تجيب لك السلوى لحدك. يا عم أنت كل الصبح فطير بعسل وبالليل كل لحمة، إيه رأيك في القصة دي؟ نعم الله فوق التوقع، فوق مستوى التوقع، لأن هو القادر على كل شيء، هو كلي الحب. ده عموما دي طريقة معاملات ربنا على طول. يا أخي اوعى تتخيل ان قدرة ربنا عند حدود معينة، قدرته بلا حدود، قدرته فوق خيالك ومستوى تفكيرك. ده لما قالوا له هو ذا الذي تحبه مريض، قالوا لا لا لا، هذا المرض ليس للموت. وبعد شوية قالوا خبر لعازر مات، وبعدين لما طلع اخواته كانوا يعزوه جدا، مريم ومارثا، سابوا اللي بيعزوا جري وجري عليه. لو كنت ها هنا ها لم يمت اخي. يعني هو انتوا تفكيركم في ربنا ان قدراته تنحصر فقط في شفاء المرض؟ لا، ده ربنا عنده حلول كتير، ربنا عنده حلول كتير. اتذكر مره قصه، كانت بنت من بناتنا في مصر، بنت شاطرة جدا، كانت تضطرب جدا 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 أيام الامتحانات، وهي متعودة دايما A بلس في كل المواد، يعني ده امتياز امتياز على طول. بس عندها كانت مشكلة، إذا في مادة ما كلمتنيش بالليل تروح الصبح الدنيا تتلخبط. فجيت في سنة كان في التوقيت الامتحانات، كنت أنا مسافر خارج مصر،
واهلها دايما ياكدوا عليا خليك على اتصال احسن، مجرد ما بتكلمك بتشعر ان ربنا اللي كلمك. حاضر. فجت في يوم الاخت دي ما عرفوش يوصلوا لي، فرق توقيت، كنت انا في امريكا وقتها. انا اللي طلبتهم تاني يوم اطمن، لقيت البنت في حاله من الانهيار الشديد، ما عرفتش تجاوب حاجه خالص خالص حسب اللي هي بتقوله. ايه اللي ريحها؟ قلت لها هو انت فاكره ان ربنا قدراته تنحصر في انه يغششك في الامتحان يعني بس؟ لا، ربنا بيعرف يصحح الامتحان. ففي كل مره ربنا بيحط في ودانك الاجابه اللي هتجاوبيها، سيبوله انه بقى دي يصحح لك هو الماده دي. واخدت في الماده دي امتياز. ما تقوليش خدت ازاي، قدراته ايه اللي حصل انا ما اعرفش، انما في النهايه خدت امتياز لان قدره الله فوق مستوى التوقع. اي مريم ومرسل قالوا لو كنت ها هنا لم يمت اخي، حاصروا قدره ربنا في الشفاء. لا، ده المستوى اوسع من كده. تعالوا معايا، ارفعوا الحجر. لعازر هلم خارجا وخرج الميت. ربنا أراد أنه ينتظر حتى يموت ويدفن وينقال عنه لقد أنتن لأنه له أربعة أيام، لأن رب المجد كان في الوقت ده مقبل على عيد الفصح، واليهود جايين من كل العالم عشان يحتفلوا بعيد الفصح، وعدد كبير جدا جاي يعزي مريم ومرسى، واللي بيجوا عشان يعزوا بالتأكيد أكتر بكتير من اللي جايين يزوروا مريض. مظبوط. وبالتالي لو اتعملت معجزة إقامة موتى وهي الأكبر من معجزة شفاء، حضرها أكتر ناس أكتر ومعجزة أكبر، يبقى إكرازة بالمسيح. وده نتج عنه إيه؟ الصبح خرجوا يستقبلوك ملك، وصلنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب بسبب العازر. هو عنده خطة إلهية وعنده قدرة إلهية. أنت ما تقلقش، انت اطلب وثق انه ربنا من حيث لا تدري قادر ان هو يحللك المشكله اللي انت فيها. يعني في انجيل يوحنا الحبيب الاصحاح الثاني، لما راح عرس قانا الجليل، ام العذراء قالت ليس لهم خمر. يعني هو المنتظر ايه يعني؟ يعني شويه خمره قد كده يعني بس يكملوا بها اليوم؟ لا 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 لا، ده في ست أجران كبيرة ملوها مية، والست أجران تحولت لخمر. من جهة الكم كثير، ومن جهة النوع أفضل. هي دي قدرة ربنا فوق مستوى التوقع. اطلب اطلب وتجده. جالوا في مرة التلاميذ، الجموع خرجت ورا رب المجد، الجموع خرجت ورا رب المجد اللي قضوا اليوم كله مع السيد المسيح إلهنا الصالح، كلمهم عن الملكوت، شفى مرضاهم، واليوم طال. قولوا التلاميذ كده اصرف الجموع ليه؟ الناس جاعت يعني، ويلحقوا يمشوا لألا يخوروا في الطريق. أعطوهم أنتم ليأكلوا. ما أنت عارف، ده انت اللي قلت لنا لا تحملوا كيسا ولا مزود، مش انت اللي جردتنا من ده، نديهم منين؟ اعطوهم انتم لياكلوا. جابوا بتاع صبي صغير بيرعى الغنم، خمس خبزات شعير وسمكتين، بارك كسر، اعطى التلاميذ، اعطى الجموع، فشبع جميعهم وفضل عنهم 12 كفه مملوءه فوق مستوى التوقع. إذن نعم الله هي بلا حدود لأنه غير محدود، ونعم الله فوق مستوى التوقع البشري، ونعم الله ثابتة غير متغير، لا تتوقف على استحقاقنا ولكنها تتوقف على احتياجنا. تاني، لا تتوقف على استحقاقنا
ولكنها تتوقف على احتياجنا. اليهود عند الصليب قالوا ايه؟ اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى اولادنا. اليهود هناك اللي شاف مرضاهم واشبع جوعاهم واقام موتاهم، لما الملك يعرض عليهم انه يعني يطلقوا لهم، لا اطلق لنا اللص، اطلق لنا براباس. طلبوا حياة اللص على حساب موت المسيح. وانت زعلان ليه؟ اصلبه، دمه علينا احنا مش عليك انت. خيانة. انما عند المسيح لا، دول غلابة نضحك عليهم. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أصل رؤساء الكهنة لعبوا في عقولهم، فهموا من اللي بيعملوه ده خير يرضي ربنا فتحمسوا فيه. غلاب. التمس رب المجد لهم العذر، وبحبه الإلهي أفاض عليهم بنعمة الغفران. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هو ده طبيعة ربنا، يعطي الكل بغض النظر عن مدى استحقاقه. اوعى تدي اللي بيحبك، ادي اللي محتاج لك. عشان كده حبايبي لو تذكرنا يهوذا اختير من بين التلاميذ وهو غير مستحق، اعطي الصندوق وهو غير امين، بالليل بيتفق مع رؤساء الكهنه ان يسلموا، والصبح رب المجد قاعد يغسل له رجليه، مش حصل؟ وطول القعده بتاعه العشاء ربنا عمال يحاول معاه يثنيه عن الشر اللي ناوي يعمله. وفاكرين القصه التدرج ربنا عمل معاه ايه عشان يوصله في النهايه ان يعرف ان هو ده؟ وقال له انا يا سيد، قال له انت قلت، انا كنتش عايز اقول يا ابني، مش عايز اجرحك قدام اخواتك. فخرج قال له ما انت فاعله فعله باكثر سرعه، انت حر، انا يا ابني رغم كل ده بحبك. ورغم ذلك وقت تسليمه ما يقولوش يخاين، يقول له يا صاحب ابو قبلة تسلم ابن الانسان. هي دي نعم الله. الله يفيد بنعمه على كل الناس. الله في محبته وفي نعمه هي تخص كل كائن، كل محتاج بغض النظر. ودي لاحظناها حتى عند بطرس. ده بطرس قبلها بيومين وشويه عند مع الجاريه ينكر، وينكر ثلاث مرات، ومش بس ينكر، ده ينكر ويلعن المسيح. واول مقابله لرب المجد مع بطرس لم يعاتبه، حب. اتحبوني يا بطرس؟ ارعى غنمي. ارعى غنمك؟ اه حبيبي انا بحبك، انا بثق فيك، انا مش هبص على ضعفاتك، انا ببص عليك ككل، انت مليء بكثير من الايجابيات، انت بتحبني رغم ان غلطت. مش عشان غلطه انت غلطتها فيا يا بطرس انا هنسالك فضايلك الكتير. بقى بطرس يا حبيبي انا هنسالك انك انت تركت الشبكه والصيد علشان خاطري يا بطرس؟ هو انا هنسى يا بطرس ان انت سايب بيتك واغلب وقتك معايا يا بطرس؟ انساه ازاي يا حبيبي؟ انا نظرتي ليك ما تتوقفش على موقف غلطت فيه. انا اله محب افيد بنعمي على الكل حتى المخطئ. والشيء العجيب جدا ان دي اللحظه اللي كان بطرس محتاج فيها نعمه الصفح والمغفره والثقه، ان يثق فيه ويقول له ارعى غنمي عشان ما يقعش في الضعف في الياس. هوشع يلخص الكلام ده يقول عن ربنا ايه في محبته للبشر، يقول احبهم كلمتين هما فضلا، احبهم فضلا. من نعم ربنا انه بيتفضل علينا بالحب، ليس استحقاقا منا للحب ولكن لطبيعته لكونه محب. عشان كده حبيبي حب الناس لانك محب مش لانهم يتحبوا. حب واستمر في حبك رغم اخطائهم، تمثل بمسيحك الذي يفيض على الكل بحبه رغم كل الشرور. عشان كده الكتاب يقول يشرق بشمسه على الاشرار والصالحين. شيء عجيب قوي
ان يقول الاشرار قبل الصالحين، يعني لا الكل بدون استثناء يمطر على الابرار والظالمين، خيره بيعم على كل انسان. عشان كده يقول ايه؟ يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. يقول هكذا احب الله العالم، كل العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بلا حدود. عطاياه لا تتوقف على طبيعة الإنسان ولا على استحقاق الإنسان، بل بالعكس، ده هو يهتم بي أنا كخاطئ أكثر منك أنت كبار. يقول ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة. عشان كده إيه يقول؟ وإذ نحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. يعني المسيح لو كنا كلنا كنا أبرار كان جه يجي يعمل إيه؟ الفداء والخلاص كان عشان خطيتنا. هو ده رب المجد يسوع. إذا نعم الله هي بلا حدود، لأنه بلا حدود. نعم الله فوق مستوى التوقع. اطلب وما تقلقش، هو عنده منافس، عنده يفتح أبواب مغلقة أنت ما تحسش بيها خالص. ونعم ربنا ثابتة غير متغيرة بغض النظر عن استحقاقنا من عدمه. نعم ربنا، أختم بدي عشان ما أطولش عليكم. نعم الله تشمل الكل، وأقول ليس فقط كل البشر بل كل الكائنات. فاكرين لما أنا قلت لكم كلمة نعمة بتعني إيه؟ عطية غير محدودة من كائن غير محدود يتمتع بها كل كائن محدود. كائن محدود ده أنا وإنت والحيوان والطير، ربنا بيفيد على كل الكائنات دي بشكل عجيب جدا. عشان كده يقول المعطي البهائم طعامها والفراخ الغربان التي تصرخ، ده في مزمور 47، يقول تأملوا الغربان إنها لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقيتها. ربنا بيديها أمثلة كثيرة جدا. عايز أقول لك حبيبي، أنا كإنسان في يوم من الأيام بعد ما ربنا خلق كل الكائنات اللي على الأرض، فيها الأقوى وفيها الأسرع وفيها الأضخم، فيها اللي في عمق البحر وفيها اللي في أعماق السماء فوق، ورغم كل ده قال لي إيه؟ إدانا السلطان على كل هذه الكائنات. مش ده حصل؟ إدانا السلطان لأن إداني عقل أقدر أتحكم في الأقوى والأسرع والأبعد. إنما اوعى تفتكر ربنا اداني أنا بس الإمكانية دي، ده إدى الكائنات الأخرى الصغيرة إمكانيات فوق مستوى التوقع، فوق مستوى التخيل. يعني أحيانا الواحد يقف قدام شوية حاجات غريبة الشأن ربنا بيديها للكائنات الضعيفة دي. يعني مثلا أنا كان يشدني دايما وأنا في دير مارينا بيار صوت اليمام بتاع الصبح، يبقى واقف يعمل صوت، عارفين اليمامة اللي لونها بني شوية دي؟ بعد شوية أقرأ إن اليمامة الضعيفة دي ربنا مديها إمكانية سرعة تساوي تصل إلى 288 كيلو في الساعة. عندكم عربيات بتمشي بالسرعة دي؟ شيء عجيب جدا. يمكن بلادنا إحنا الدافية في السودان وفي مصر بنسمع عن ظاهرة وهي ظاهرة هجرة الطيور. يبدأ موسم الشتاء هنا والتلج، تبدأ الطيور تسيب أعشاشها وتتجه جنوبا للمناطق الدفئة، لحد موسم الربيع في بدايته تبدأ ترجع تاني لأماكنها. أنا عايز أعرف بتروح إزاي؟ زمان الطيار من دول عشان يطلع من بلد لبلد كان تبقى فيه خرايط وفي بوصلة عشان يروح، ودلوقتي لا عاد عايز خرايط ولا بوصلة. الرادار بياخده من مطار القاهرة الدولي إلى مطار هيثرو في لندن، مش بيحصل كده؟ هو عليه بس الطلعة الأولى والنزلة الأخيرة، ما بيعملش أكتر من كده. شيء غريب جدا. أنا عايز أعرف طائر زي عصفور الجنة الصغير ده يقول لك إن هو يرجع لنفس العش. نعم؟ نفس العش. قال لا. طب الرياح ما جابتوش يمين وشمال؟ طب عنده رادار بيوجهه؟ عنده بوصلة بيوجهها؟
شايل خريطة بيبص عليها. إله، نعم إلهية تعطي ما لا يمكن أن نتوقعه من إمكانيات حتى للطائر الضعيف. عايز أقول لكم، زمان وأنا كنت كان لي مغارة صغيرة كده، كنت بعد الظهر في المغارة كده قبل الغروب بشوية، يعني أقعد على باب المغارة من بره وآكل، وأحب الزيتون. المهم فجيت في وقت أنا كنت كل حاجة أحطها في كيس، الجبل قدامي كله زلط ورمل، يعني جت بذرة الزيتونة دي اللي هحطها في كيس يعني. فأنا قاعد رميت بذرة الزيتونية كده، شوية لقيت فار صغير كده أبيض بيج كده جه جري على بذرة الزيتونية، خدها وجري. قلت أشكرك يا رب إنك أنت هتديني إن أنا يعني أكون سبب أكل غذاء للفار الصغير ده، أنا بعد كده هيبقى أكلتي الأساسية في الجبل هنا الزيتون، والبذرة هرميها. المهم اتعودت بقى أرمي البذر، بس كان منظر لطيف كنت بشوفه وأقعد أحلل إيه اللي بيحصل ده. ألاقي الفار جه خد البذرة وجري ورمي بذرة ناحية تانية بعيد، ألاقي فار جه على البذرة البعيد مباشرة خدها وجري. هلا جالها إزاي؟ عرف طريقها إزاي؟ فقعدت أفكر، لقيت ده فار لون اللي خد البذرة دي، وده فار مختلف شوية في الحجم. أتاري الفار ده ياخد البذرة من هنا يبص بعينيه لحد ما يشوف أقرب بذرة يروح جري عليها يلمسها ويروح واخد خط مستقيم على الجحر بتاعه. الفار اللي بعد يجي على رجليه مكان رجلين الفار اللي فات، ياكل البذرة وبعدين يبص يمين لحد ما يلاقي البذرة اللي بعدها يروح عليها ويعلم برجليه خط سير الفار اللي بعده. ايه ده؟ ايه التعاون ده؟ الحب اللي اتزرع بين الفران وبعضها ده مين زرعه؟ ده احنا ما بنعملش كده. ده احنا اقول انا مش هقول مكان البذره فين عشان غير ما ياخدهاش اروح انا اخد الثانيه والثالثه. لا، ربنا بيدي نعم حتى بامكانيات دي في وسط الفران. ده ينقلني اختم كلامي عن حشره صغيره قد كده بتنتج للإنسان جزاء بيعتبروه لحد النهاردة معمل للفيتامينات والأملاح المعدنية، العسل، النحل. صدقوني حبايبي، لما بتخيل نعم ربنا على هذه الحشرة أقول إذا كان ربنا عمل كده مع حشرة صغيرة هيعمل معايا أنا إيه؟ ده أنا ابنه. تعالوا نشوف. مين هو أول مهندس معماري؟ فاكرين مين المهندس أول مهندس اللي أسس الهندسة المعمارية؟ تعالوا نشوف بقى الهندسة المعمارية جوه خلية النحل. نشوف لا درست هندسة ولا حد علمها الهندسة. تعالوا نشوف الحكاية. النحل بيعمل عيون، العيون دي عشان يحط فيها اليرقات او يحط فيها عسل، بس العيون دي يا اما يحط في العين دي ذكور يا اما يحط فيها ايه؟ الشغاله. فتلاقي العيون بتاع الذكور دي متر مربع لو 10 سم في 10 سم بتاعه الذكور 250 عين بالظبط عشان تبقى العين كبيره شويه، بتاع الشغلات 857 عين بالظبط بالمقاس. ماسكه برجل يعني النحله يعني شيء عجيب جدا. لا طب تعالى برضو نشوف قصه العيون دي. طب العيون دي بتحط فيها عسل، في خطوره ان يبقى بين العيون وبعضها فراغات. ليه؟ تتكون فيها بكتيريا وفطريات تموت اليرقات تفسد العسل، يبقى عايز العيون ما يبقاش بينها فراغات. خلي بالكم من اللي هقوله ده. وفي نفس الوقت عايز العيون ما يبقى لهاش اركان ينتج عنها
ان جوه العين لو كانت مربع او مثلث في فراغ، لان العسل سميك مش هيملى الركنه 100%، فيبقى العسل كده مش مال الركنه، فيبقى في فراغ للبكتيريا والفطريات. طب يا نحله انت عايزه ايه؟ انا نفسي في العين دي تبقى مدوره عشان ما يبقاش فيه الاركان. طب ما لو بقت مدوره بين الدائر وبعضها فراغات، تقول لك طب انا عايزه اعملها الشكل الهندسي الاقرب للدائره في شكله وما يسمحش بفراغات. تعالوا نشوف. طب الشكل التماني قريب شويه من الدائره، لا بينه فراغات. طب الشكل المربع ما بيش منه فراغات، بس الزاويه القايمه دي هيبقى فيه فراغ جوه العين نفسها، لحد ما تلاقي ان اقرب شكل للدائره لا يصنع ما بينه فراغات هو الشكل السداسي. في الهندسه كده. يبقى العين اللي عايزاها النحله عيون سداسيه، لا بينها فراغات ولا جوه العسل، لان الزاويه هنا منفرجه ما تسمحش بالفراغ. ده مش كده وبس، هي عايزه العين دي تستخدم لحاجتين، يا اما تخزين عسل، يا اما يبقى فيها ايه البيضه اللي تبقى يرقه تبقى حشره. عشان العين تتملى عسل على اخرها تبقى راسيه عشان تتملى على اخرها، لو ميلتها يبقى في جزء فاضي من العين، مظبوط. بس الراسيه دي لو حطت فيها البيضه واليرقه طلعت ما تعرفش تتسلقها، ما تعرفش تطلع على جدار راسي. يقوم النحله تشتغل بشيء عجيب جدا جدا، انها تعمل العين دي بدرجه ميل معينه، تسمح بخروج اليرقه وتسمح باكبر قدر من العسل، بحيث درجه الميل دي ما تزيدش ما بين 9 ل 14 درجه. قيس اي خليه نحل، شوف درجه الميل بتاع العين من 9 ل 14 لن يزيد اطلاقا. مين اللي علمها الحكايه دي؟ هو في مهندس بيعمل لها الخليه؟ لا لا لا، ربنا ادانا النعمه دي. هقول لك حاجه لطيفه قوي، النحل جوه الخليه ما يعيش غير ما بين درجه حراره 32 و35.5، يموت لو الحراره بردت على 32، ويموت لو الحراره زادت على 35.5. سؤال، في انجلترا عندكم نحل ولا ما عندكوش نحل؟ عندكم يعني بتنتجوا عسل؟ طب ازاي ده يحصل؟ ازاي النحل يعيش جوه خليه والحراره تبقى جوه الخليه 10 ولا 12 ولا 15؟ هيموت. طب وايه الحل؟ انتوا بتعملوا ايه في بيوتكم عشان البرد؟ دفايات. وبتعملوا ايه في بيوتكم عشان الحر؟ تكييف. النحله اول من ابدع التكييف واول من ابدع الدفايات. تعالوا، عشان الحراره ما تزيدش عن 35.5 بيعمل ايه النحل؟ بعض الشغلات بدل ما تروح تجمع عسل تملى ميه، تبقى خزان ميه، وتقف جوه الخليه تميل كده عشان تنقط نقط ميه رفيعه، وفي نفس الوقت قدام النقطه اللي بتقع دي تلاقوا كم من النحل بالاجنحه بتاعته عمال يمروح يرش الرذاذ بتاع الميه جوه الخليه يبرد الخليه. عدد النحلات اللي شايله ميه وعدد النحلات اللي بتمروح يتوقف على عدد الدرجات اللي عايزين ينزلوها. ايه ده؟ ايه ده؟ مين يديها ده؟ نعم الله حتى على الحشر. طب والدفايات؟ يقول لك احنا بقى هنا عندنا النحل، هنجيب نحل ما يعملش حاجه غير انه ياكل، ما بيشتغلش. طب احنا عارفين لما بناكل الاكل ده بيتحول لطاقه حركه، يا طاقه حراره. في البرد الشديد ربنا من نعمه اغلب الاكل يتحول لطاقه حراره عشان يعوض الفرق بين الحراره بين جسمنا وبره. يوم النحل اللي بياكل ياكل اكتر من طاقته، واللي واكل اكتر من طاقته
يحوط النخلة الخلية من جوه، فيتحول العسل اللي جواه لحرارة تشع منه، بقت دفاية. طب عايزين كم نحلة تبقى دفاية؟ تتوقف على عايزين نرفع الحرارة قد ايه. معقول الكلام ده يا جماعة؟ مش بقول لك نعم الله على الكل حتى الحشرة، امال انا هيعمل معايا ايه؟ طبعا احنا اولادي من الحاجات اللطيفة قوي اللي كنت بقولها على الفار من شوية، النحل بقى مش محتاج يعلم برجليه، هيعلم برجليه فين؟ وهو طاير مش هيعلم في الهواء. ده تلاقي النحلة راحت على الزهرة دي ورجعت، النحلة التانية جاية من خلية على نفس الزهرة بالظبط. طب ازاي جت؟ النحلة اللي جابت الرحيق وقفت عند مدخل الخلية بترقص نوعين من الرقص، حاجة سموه رقص دائري وحاجة اسمها رقص اهتزازي. الدائري دي لو المسافة بين الخلية للزهرة أقل من 50 متر، بالرقصة دي أختها عرفت الزاوية والمسافة، وبالرقصة التانية برضو عرفت الزاوية والمسافة. تصوروا تقدر النحلة تمشي حتى 2 كيلو من نفس الخلية لنفس الزهرة. ايه ده؟ رادار ربنا. احنا بنتكلم عن المصريين كتير وعن عظمة المصريين في فنون كتيرة جدا، ومن النقط اللي النهاردة مش عارفين سرها لحد النهاردة المومياوات المصرية. كيف عاشت أجسادهم كل هذه الآلاف من السنين؟ فن التحنيط. فن التحنيط إذا قلت إن المصريين هيتعلموه يبقى تعلموه من النحل. إزاي؟ النحل برضو ليها أعداء بتستهدف الخلية، فأعداؤه أنواع من الضبابير تخش تقتحم تموت النحل الصغير عشان تاكل تسرق العسل وتمشي. الدبور كسلان مش هيروح يجيب من الزهرة ويرجع، يروح الخلية ياخد اللي عايزه ويمشي، فيقوم النحل يتلم عليه يموت الدبور. المشكلة بقت أوحش. إيه بقى؟ الدبور مع الحرارة اللي جوه اللي هي 35 درجة من 32 ل 35 هيتحلل، هيعفن، هتتولد عليه بكتيريا تموت النحل. طب الحل ايه؟ يتم تحنيط الدبور. يجي النحل يتلم حوالين الدبور، يفرز مادة اسمها البروبالين يحوط بها الدبور. عارفين يا جماعة في ناس كده يروح يشتروا حجارة من ضمن الحجارة يقول لك الكهرمان. شفت الكهرمان اللي بقى مسفر شوية ده؟ تلاقي الست حاطة فص كده في ايديها جواه ناموسة جوه الفص، جواه حشرة صغيرة جوه الفص، والفص يبقى غالي قوي كلما زادت حجم الحشرة اللي جوه الفص. هو ده اللي بيعمله النحل. الكهرمان ده هو مادة البروبالين اللي بيفرزها النحل حوالين الحشرات جوه الخلية عشان يحنطها. نعم الله، نعم الله، عطية إلهية غير محدودة لكل كائن محدود، عطية إلهية بلا حدود، عطية إلهية فوق مستوى التوقع، عطية إلهية لكل أحد بغض النظر عن استحقاقه وفقا لاحتياجه، بل هي عطية إلهية لكل الكائنات. هذه مقدمة عن نعم الله على الإنسان. المرة الجاية إذا ربنا اداني عمر أكلمكم على نعمة من النعم، وهي نعمة الوجود. وجودنا هنا على في الأرض دي نعمة نتأمل فيها شوية المرة الجاية إذا ربنا ادانا عمر. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبدا. تفضل نصلي.